إخوتنا في السودان، فقد قرأنا باليوم والأمس ما جرى في السودان وفي الخرطوم من اقتتالات وسفك للدماء، وأنا لا أحب أن يقتل مسلم واحد بغير حق. لا أحب للدولة أن تسلط يدها على أبنائها وتقتلهم. ليس للدولة أن تحمل السلاح لتقتل الناس، وإن تظاهروا ما داموا يتظاهرون مدنيين غير مسلحين لماذا يقتلون؟ من يطالب بما يطالب به يطالب، نحن نطالب وهم يطالبون، كل نطالب به، الأغلبية التي تحكم، ونحن نناقش الشباب الذي يطالب بخفض الأشياء التي غلى ثمنها وأصبحت نادرة. نحن لا نريد من إخواتنا في السودان وهم إسلاميون أن يفعلوا كما يفعل المجرمون في مصر وفي سوريا وفي غيرها من البلاد، الذين يحكمون في رقاب الناس السيوف والمدافع الرشاشة والدبابات والطائرات تضرب الناس. أن أفعل مثل ما يفعل هؤلاء؟ لا يجوز لنا أن نرتكب ما يرتكب هؤلاء. يجب أن نحتكم إلى الشعب، نرى ماذا يريد الناس، والناس يشكون مما يشكون منه، لابد أن يستمع إليهم. لا نستمع إليهم وفي يدنا بندقية، هذا ما لا يجوز أبدا. أنا أخاطب الإخوة في السودان وأقول لهم لا تفعلوا هذا، إنكم إذا فعلتم هذا انضممتم إلى المصريين القتلة المجرمين الذين يسفكون الدماء كل يوم ولا يبالون. أين الإسلام إذن إذا قتلتم الناس؟ صحيح لا تقولوا إننا لم نبلغ عشر معشار ما فعل المصريون، لأن المصريين قد فعلوا الأفاعيل، ارتكبوا الموبقات، فلا تكونوا مثلهم ولا تقارنوا أنفسكم بهم أبدا. ثم